فيكم صحة شربتكم مرة أخرى، سعداء أن نكون معكم كل لبعد ولاد مفيد على قناة الحوار التونسي في برنامج أمور جميلة. وكل لبداية من غدوة باش يجي شكون حذانا يربح عمرة من أهداء جود الشمال جود ديليس. في أنا مصنع إنتاج ديليس صنعت جود الشمال. أبعث دي واحد إذا تقول كيما بسام ومريم وكريم وفوزي وبيا وصادق يقولوا بوسالم على 85-822. أبعث دي دو إذا تقول في مصنع ديليس في سيدي بوزيد، وأبعث دي تروى إذا تقول في مصنع ديليس في سليمان، مع العلم أنها جوت الشمال، والشمال معروف بالجوتة، الجوتة البنينة ورمضان فوالا معروف بالجوتة. دونك نعاود نذكركم اللي الجوتة هذه إذا ما عندكش ثقة عادي مش تبدا تخاف وتلوج على الجودة، ما فماش خير من جودة ديليس تشريها لعائلتك ولصغارك. ديليس يقدم لكم جودة تضمن لكم المطعم الأصيل متاع الجودة التقليدية وخبر ديليس في الجودة والصحة. ديليس نلع لكم جودة بحليب ديليس لبنين في وعاء خاص يحفظ البنة وكل منافع الجودة ويضمن لكم منتوج ذي جودة عالية. هذا الوعاء الخاص تشوفوا فيه والطريقة سهلة برشا، دونك تحبوا تعيشوا الجودة كما جدودنا كانوا ياكلوها، دونك بطريقه سهله برشا تشريو في كل في الاحجام. دونك الجوطه نتاع ديليس مطعم الجوطه الاصليه بضمان الجوده العاليه، الجوطه هي ديليس. ونعاود نذكر عمره بداية من غدوه حتى ليله 27، اذا تبعثوا توا باش تجاوبوا على سؤال ثلاثة ايام الاولى، مصنع بوسالم دي واحد اذا تقولوا جوطه ديليس تصنع في مصنع ديليس في بوسالم دي واحد، ابعثها على 85-822 وتربح عمرة لوالدك لوالدتك لخوك الكبير لواحد من عائلتك ليك انت في الايام الفضيلة، ما خيرش من عمرة ليك ولا تهديها للعباد القرب عليك من هدايا جوت الشمال جوت ديليس. تصفيق كبير. من بكري توري فيهم معناها فهم حاجة تعطي في معلومة انهم هكا معناها فهمت خيانة معناها العباد نتصور فما واحد باش يحل يطيش يعمل هكا فهمتي الناس الكل باش تعرفها ماني باش يقلب لوحده ويحل. لا فما جوتا يلزمك تخرجها بالمغارفه هذه باغ كونتر كي هذه سبيسيال انا ما نعرف فيها ما خذيتها معناها السبيسيال نتاعها كي تعمل هكا تخرج صحيح كي تعمل هكا وطب من غير ما تقعد تكسر في راسك فوالا فما جوتا وفما شكون ياكل الجوتا هكا بالمغارفه ياكلها تقعد خاطر هي تحفظ الطاقه حسيت تصرفوا كل حد ياكلها ما فما كيف فما شكون يا شيخ مثلا فما شكون يحب القهوه عربي في كيس وفازيت وزهر الجوتا كي تحطها كيكا وتبدا تطلق وشويه هكا ويقعد هكا وتبدا فما الشمس تدوب ما تعرف اخويا ويبدا يقص هكا وشويه خبز هكا والاخر متعدي من غادي اللهم هكا اللهم صل على النبي معناتها فوالا فوالا نعاود نذكروا ابعثوا دي واحد على 85-822 وسوم الاس ام اس ارخص سوم اس ام اس اللي هو 250 ملي معناتها ماهوش شور تاكسي كيما يقولوا من اهداء جوتا الشمال. أولاد أولادي ديما يلوموني اللي مانيش مواكبة عصري، موش صحيح، هذا المير الفيسبوك نتاعي. جيم ويقولوا لي عندك مشكلة مع السيلفي، منصف سيلفي أعز الناس. وهذا تليفوني آخر صيحة. يا شكري شكري شكري. أما في الجوتا وكبت عصري جوتة الشمال بعز حليب ديليس وزيد بنتها تدوم في حكتها. معاكم كيما كل رمضان الجوتا هي ديليس. توحشناه البارح غاب علينا خاطر اوفر دوز شوربه بردست بالشوربه ومن بعديك في السحور بردست بالصحلب بالصحلب انا خرجت من السبيطار مشيت سحرت صحلب بردست عاود رجعوني للسبيطار وبلاي احكي الفوزي على الفرملي اللي عرضك في السبيطار. الفرملي هذا يا فوزي اسمه محسن. محسن معرس وعنده زوز صغار، واحد منهم يقرا سنه سادسه، المعلمه ضربته على يده نطلت له ظفره هزوه شو اسمه محرز هذاك اللي في الحي القدام من حومه كولومبيا باش يعملوا له غرز على صبعه. محرز طلع مسكر صحيت محل تمريض محرز، قالوا له رسم واحد حل جديد بعد ما اعمل الكاغت مشور بعد ما اعمل الكاغت في الانفيرميري هو بسام ديجا تحسوا خوه من قبيله يحكي عليه مشو غاديك لقاو معمل الانفيرميري بعد ما عمل كاغت محلوله صغار زولو طفل صبعه يا اخي بوه روح قالوا اش صالك قال انا غرزت قالوا كيف ما تجيش غرز لك بلاش في السبيطار حسي وفي هذا كل ما عطاش فلوس ليتيود طفل دخل في ديبرسيون البروف على فلوس ليتيود مرته ما جاتش للحجام تعارك هو مرته تو على ابواب طلاق خاطر بوه ما جابوش فلوس ليتيود خاطر ظفره تكسر سؤال كانك مركز سؤال محسن قد عمره
2040 شوف صح يلا نشرة أخبار رمضان مع زين العمري. أهلا بكم في نشرة الأخبار. بالتعاون مع وزارة الصحة نظم الصادق حلويس ندوة تحت الشعار العقل السليم في الجسم السليم. وفي النشاط الرئاسي تورد الباجي قائد السبسي من مستشفى كان ينوي القيام فيه بزيارة فجائية وقد قال عساس سبيطار يا ميقالو برا وحختانا متفادليك خلينا نتفرجوا في المسلسل. وعالميا الآن إيمانويل ماكرون يلغي اجتماعا طارئا مع مجلس الأمن الفرنسي ليتمكن من مشاهدة بيا الزردي وهي تعمل في المقرونة في ملاشاف. وقد صرح ماكرون قائلا يا بيا يا راني مقرونة في النمروفنين. إقليميا أزمة حادة بين دونالد ترامب وكيم جونغ بونغ هونغ رئيس كوريا وتهديدات بقصف أمريكا ويعود هذا الخلاف بعدما رفض ترامب أنه يشتح معاه في عرس سمير الوافي. رياضيا الآن وبعد الاعتداء على مدرب حمام الألف من قبل لاعبيه تبين أن سبب الاعتداء ليس الخسارة إنما شد المدرب في الفيستير يتفرج في شق ودق ونرمين الصفر حاشا الشر. وكما أكد المدرب المخضرم فوزي البنزرتي أنه ما قام به لاعبي حمام الأنف بضرب المدرب أمر غير مقبول وكمل الندوة وسرفق غيلان الشعليل بطنجرة والمدافع شمس الدين الذوادي بمشطة وصلحية عادي. وعلى الصعيد الإقليمي الآن أكد مدير ديوان البريد والبوسطة أن مخرج مسلسل فلاش باك تلقى عديد رسائل الإعجاب من مشاهدين في زامبيا الشقيقة وأن اسم الصادق الذي يجسده لطف العبدلي في المسلسل انتشر في زامبيا انتشارا كبيرا. وفي خبر طريف يأتينا من الهند بقرة تنطح مواطن بعد ما غنى لها البطية للدلاجي. شكرا نترككم مع نشرة قادمة دمتم برعاية الله وكل يد تدعو. شكرا يلا نمشي سيداتي ستي مع النشرة الجوية. نعم دندرن 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 يلا صدق خلي عنا بيعشبه. نمشيو لصحيح مش صحيح. يلا باش نعطيكم الماكلة والدمق اللي انتم تاكلوا فيه في رمضان باش نعطيوك أصل الماكلة هذه وانتم قولوا لي صحيح ولا مش صحيح. البريك ماكلة أصلها إسبانية صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح بريكوس ديجا راموس ديما ياكل البريك قبل الكل طرح بريك معروف راموس والبريك على طول. جابوا المسلمين اللي كانوا عايشين في اسبانيا فاطمه على ما عندهم صحيح مش صحيح. اعطيني يا مان حلوه والمرمز اصله من النرويج. جابوا المرمز صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح برافو صحيح جايب صحيح بلا انا باش حاجات اصلا اسبانيا مطبقه من الدنمارك هو بريك الدنوني في الدنمارك اندلسي اسمه نسبة لعائلة اسمها دانون في اسبانيا اختصت في موهلو حلو مالح اي غلطة في الصورة هذه بريكة بالورقة هذيك علاش غلطنا هذيك البريكة الوحيدة اللي تاع توينسا تاع توينسا ما ننشدوا حاجة نفزدوها دونك مش صحيح لا بريكة دانوني اي جا احنا جابوا دانوني وحنا طورناها يلا خاطرها ما نخموش الحاجة كيما هي لازم نعطيوها لها صحيح ولا مش صحيح؟ دانوني عليه ملي صغيرة كيك بريك دانوني نحسها ما بريك دنوني ما على وزني ملاس مردوني اي بالحق كنت اسمع سبا قدكش دنوني دنوني والله دنوني والله كنت خادك راجل طلعت دنوني اي تحسك بريك دنوني لبلبي ماكله تركيه صحيح ولا مش صحيح؟ لا مستحيل لبلبي نتاعنا صحيح ممكن ياسر صحيح صحيح. يا اخي في حريم السلطان صنبو الاغا يطيب في اللبلب ما معناتها ما فهمتش عليه ما تفرجوش طيب هو يديك لبلبي هانم ويجيب لها لبلبي ويدخل عليها هو هي متفرجة في الخبز اي دونك حطوا صحيح خل دستور قال خل دستور قالها في صح في اللبلب سامحوني اللبلبي نتاعنا ترى اللبلبي نتاعنا اوه قلت لك في المسلسل الجزء الرابع حلقه في مصر حتى اللبلبي يا رسول الله مروق اذا كان اللبلبي تصدم شنو ما عندنا شيء احنا عندنا كان المرمز عندنا الكسكسي اللي احنا وزاير وزاير البريكه هذيك نتاعنا احنا وذاك اللي عندنا يطلع لي الكفتيج من البرازيل شكون ياكل كسكسي بريك بريك بالحق الاولاد بلا باش نرتجلوا معنا صحن تونسي يطلع لي صحن برتغالي مرمز دنوني ماكلتنا الكل تحسها سبت راح تعاركوا بالماكله تبرى مرمزك
يا دنوني يا زلابية يا مخارق يا كرشة يا كعكوارق مخك هارق ما انت انت عقلي يا هارق ما اخويا والله ما عندك ما تعمل تعمل كان مدفون والله كبار اللي بحذيك والله لازم مكبر فيك على اللي بحذيك كبار بالله شبك الملوخية لحذيك ساعة وبعد احد ساعة تو مانيك مقاعد معك زوزو بروكلو ما الله لا برافو بيك يلا دونك اللبلابي قبلتوها ماكلة لا ما راهو اللي يحكي فيه لغة بنادق هذايا تحكي فيه لغة بنادق سيب علينا مكعك ورقة وازيات الصحلب ماكلة يابانية تصور جابوني ياكل في الصحن لا لا دراع الصحلب هو شنو الصحلب كريمة لا الصحلب ماكلة فرعة الصحلب باية تقدم في ملا شيف قالت هو شنو الصحلب السحلب هي من ليه عاد نوف قلت انا شنو هو الصح تيو كريمه تنجم تكون ما بانية لوخ اما انتو كان مش يابانية تخيل انت واحد ياباني مش صحيح مش صحيح هذيك مش موجود انت مش صحيح ليش هذا مش صحيح هذي واحد والجواب مش صحيح مش صحيح على الاقل تاخر ركاكة تولي واحد سحلب واحد شد المحلب الكفتاجي ماكلة تركية صحيح ولا مش صحيح؟ لا مش صحيح صحيح اللعبة مش عاجبتني صراحة سيدنا بورتريا صحيح صحيح يظهر لي تونس تابعة تركيا والله بالحق رانا فقراء جدا من ناحية الثقافة الغذائية بالضبط رانا مانيش نستثمروا في ماكلتنا ونوزعوا فيها في العالم راهو ارجع الملوخية ماكلة فرعونية صحيح ولا مش صحيح؟ اي صحيح شو قعدت لنا؟ قعدت لنا ما عنيش ما عنيش قد ما قعدت قد ما خبز قعدت قد ما خبز ياكل فرنساوية قعدت كل القعمورة اللي غطسوها في المرقة الرشتة مثلا رشتة النواصر ماكلة تونسية هي نسبة للخليفة الناصر الموحدي اللي خرج فلوس على شكل مربعات ياخي حبوه التوانسة وعملوا رشتة نواصر نسبة للناصر مش تبختين به كيما حكيت الشادلية يقول لك راسها الشادلية كيما يقول لك راسها الشادلية هذيك خاطر على بالحسن الشادلي خاطر هو جاب القهوة من سوريا كي جاء معلومة نعرفها قلتها يلا ما تبدل شيء كي قلت نمشيو لآلة الزمن القرعة متاع آلة الزمن ش عندنا في قرعة آلة الزمن نحبوا تيم رمضاني دوك صدق صدق بوطبيلة وسام ولد حماتي مترا هيا تسحروا معلم شبيك اخويا داخلك هكا شبيك بالله هيا تسحروا وسع بالك قامت الحرب وسع بالك بالله بقداش بندير لا لا هذه طبله مش بندير لا مانيش نحكي معك نحكي مع الطبله هاي عايش ولدي يزب لي الكيك خليني نخدم على روحي هيا تسحروا يا تسحروا هيا تسحروا يا شقال فطر يا سحور يا معلم شبيك انت تعيط الكيك من الصباح شبيك لاباس ما نخدم على روحي يا معلم كل يوم نمشي للديار باش 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 شنو باش تسرق ظهر باز جايب عامل طباله ما ثلاثه نتاع الصباح تغيب فيها كذا باش تنقز على حيوط اسمان نقز معاك وبعد نقسمو 50-50 صاحبي يا ودي صلي على النبي انا قاعد نخدم في خدمتي انا نسرق متاعك قاعد نفيق بلع في العباد هيا سحروا يا ودي لحظه برك لحظه نفسر لك حاجه لحظه نفسر لك حاجه انت يظهر في شويه يا معلم يظهر لي انت عايش في زمن اخر ماكش عايش معانا تو هذه الدنيا راهي تبدلت تو ولات بورتابلوات ريت عندي بورتابل هاو مقمر ريتو هذايا ريت لكش هذايا تعمرها وتفيقك للسحور كيفاش؟ اي هذي ما عادش هذي دي مدير راهو يلزمك مثلا تبدل النغمه ضف 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 مش باهي يجيبوا لك البلديه فهمتني كيفاش؟ يلزمك مثلا تولي تفابري كيفاش نفابري؟ تعمل لا لا هذا مش فيبرور ترومبيت هذي اسمع بدل فيبرور اعمل سونري ترا اعمل هيك
لا لا يا خرج ديبيل خرج ديبيل بدل السونري عملك بشوية عاد بدل عمل لا أيضا لا لا هيا تسعروا اسمعني اسمعني بدون ما تعيط برشا راهو فما عباد هنا راهي معصبنا تعرف كان يقوم هنا في الحومه ودي يكور بينا راه والله عندنا جارنا واحد مربوط ريشيرشي ودي ماهوش درما اسمعني انت قلد السيرين نتاع نتاع الحاكم كيفاش ترى؟ اقعد هكاك اقعد هكاك خذ راحتك خذ راحتك شكونك انت؟ هيا تسحروا خيمة ترقد صاحبي خيمة ترقد صاحبي هيا تسحروا متكيف انت راك تفيق راه ظاهر شيخت برشا محل براك برا صاحبي شيخ كمل في بيتك ورقد راك ظاهر يا ودي انا بطبيله بطبيله والله عباد هبلت اخي مش قالوا مقطوع الزطله في حد ما ضويلي في الحومة الكلبة هيا تسحروا كلاب الشركة كبيرة انت دي بروح يا ولد عباد تحب ترقد يا معلم فانا عباد تحب ترقد ايش بيك يا بنت ادخلي انت يا خالي انت فانا ايش بيك ادخلي انت خازي عريانة انتحاس انتحاس شبيك يا معلم شبيك نبيت ما نحبش نتسحر يا نبيت سلم تسحرش ما نحبش نتسحر بنرقد هكا نرقد روح قال لي بوتبيله روح تقول مطهر روح ماشي روح شد 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 عمل لنا الجو هذا قد ايه تعمل اعطينيك الامشي هني ريح ما مطر Yeah.